هي القصه ديال الجلالي. انا تلاقيت مع داك الصديق ديالي اللي بقات القصه الاب ديالو، تلاقيت معاه غير صدفه وتلاقيت صوت طلع له الدم. بقينا كنهضروا انا وياه، قال لي خي سامي راه انا كاين مع الوالد. قلت له علاش؟ بقى كيعاود لي، قال لي راه الوالد ديالي داز الارض ديالنا كانت تعطات الدوله مع بداز ولا شلوتو غوت ولا شومان دفير ماشي حاجه، وجاتو بشي 3 مليار والصرف. الوغ شنو غادي يدير؟ مشى طلق الحاجه اللي هي الام ديالهم، مشى جاب وحده من المدينه عندها 18 عام بنت صغيره، هو تقريبا عنده فوق 80 عام. الوغ داك البنت في التالي كتكتشف بانها كتنصب عليه، دات له شي 600 مليون وهما ولادو دعاه وداروا الحجر وربحوا الاب ديالهم يعني. وفي التالي اخر المطاف رجع ورجع عند الحاجه في التالي، لان كما قلت لكم البنت الصغيره اللي تزوج بها نصبات عليه. الوغ الفكره كيفاش جات؟ هو بدا كيعاود لي وانا قال لي خي سامي علاش ما ديرش اغنيه، انت كتكتب وتغني وتلحن، علاش ما ديرش اغنيه على الوالد؟ وهذا كانت فكره وجات غير بالصدفه وصافا. انا كيما قلت كتبتها ولحنتها وغنيتها وصورنا كليب، الحمد لله داس مزيان. الكليب صورته في المغرب ما بين العرايش وطنجه، يعني التشخيص ديال الشخصيه اللي سميتو الجلالي هو واحد الصديق ديالي عنده واحد الشعبيه كبيره في الشمال وفي اوروبا، سميتو هشام التميمي اللي كان نحييه من هذا المنبر، وتبارك الله من احسن الممثلين. وديجا حتى لو غول ديال المراه ديال الام ديال داك الحاجه اللي قام بالتمثيل ديال الغول ديالها واحد الصديق ديالي، يعني جبنا واحد الممثله معروفه مغربيه ما عطاتش في البلاطو مع احترامي لها وداك الشيء، ولينا عاود لو غول ديالها الصديق ودابا طلع داك الشيء زوين الحمد لله، داك الشيء امبيكابل زيان تبارك الله. اغنيه ديال سعد المجرد جديده زويونه وعجبتني تبارك الله. سعد المجرد فنان شامل زويون كيغني مزيان، افكار عنده افكار، كاع الاغاني ديالو ناجحه ومشرف المغرب والعالم العربي وتبارك الله عليه، الله يوفقه. يعني هو راه تلقى مادام انه دار ديو مع داك النهار عرف علاش، يعني يقدر بحيث هذاك عنده واحد السمعه كبيره، عنده واحد الشعبيه كبيره، راك عارف كيتبانوا لي فانس بيناتهم. او ميم طون باش كيكون واحد جديد باش ما يبقاش بنادم مونوتون كيخدم نفس العمل، نفس الجمله الموسيقيه، نفس يعني تبارك الله. ديك راه فكره ومجهود وديك راه ذكاء، ماشي اي واحد يقدر يفكر هكاك. انا شو الحلم ديالي ان يكون عندي ديو مع كاظم الساهر، انا من المحبين ديالو والفنان العربي الوحيد اللي قيصر كما كيقولوا هو اللي كيعجبني انا، الالحان ديالو الطرب ديالو الطريقه ديال الاداء ديالو هذا هو. وبالنسبه للمغاربه ولا يعني غادي يكون ان شاء الله واحد الدويتو انا والشاب امير اللي كيهضر على الام قريبا ان شاء الله، لما نحققوا الاشواط غادي يكون ان شاء الله واحد الديو. الحاجه اللي كتخليني نحب هذا الميدان ونزيد فيه، واخا فيه بزاف ديال المشاكل وفيه بزاف ديال النفاق وفيه بزاف ديال المشاكل اللي هما عارفين كاع، انت راك واخا في صحفي راك كتصرف بزاف ديال الحوايج في هذا الميليو هذا، هو لي فانز ديال الناس اللي كيبغيوني الحمد لله. ملي كنخرج في المغرب ولا خارج المغرب الحب ديال الناس، الحب ديال انا داخل الوطن ديالي معناتها كلشي كيعرفني كيحترموني كيقدروا الفن ديالي. ملي كنكونوا خارجين على هازين الرايه ديال البلاد ولا كنكونوا في شي دوله ولا في شي محفل عالمي ولا كنهزوا الرايه ديال البلاد، كتلقى الناس المغاربه كيجيو المغربان العالم العربي كيعرف سامي راي كيحترمو كيجي يتصور معاه كيقدروا، هذا هو الحاجه اللي كتعجبني واللي مخلياني اني مع العلم انا شي خطره كنستريس. والحاجه اللي تقد انا شي خطره نعتز لهذا الفن هو لان الفنان صعيب باش يكون عنده واحد فاش كنقول له يتزوج ويدير دار الاستقرار صعيب. يعني انا كما كنقول ديما صعيب الفنان باش يلقى واحد بنت الناس اللي تكون معاه في الحاجه الحلوه والقبيحه وتستمر معاه وتقبل تقبله كفنان والفن ديالو لي فانز ديالو بكل شيء ديالو صعيب. هذه هي الحاجه اللي يمكن تخليني شي وقت نقدر نعتزله ولا نقدر ما نبقاش في الفن ولا ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.